أهلا شباتي الحلوين، شلونكم؟ كاتكم بخير. اليوم الفيديو رح يكون عن جينا للبحر. طبعا هلا بدنا نشوفه مع بعض. طبعا قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس مشان يصلكم كل جديد، مشان جماعتي يكتروا اكتر واكتر واكتر. قبل ما نبلش شكرا على تعليقاتكم الحلوه اللي عم تبعتوا لي اياها، وانا دائما عم جاوبكم عليها كلها. قبل ما نبلش اللي بده يتواصل معي هذا هو اسم الانستغرام تبعي، ادخلوا واحكوا معي. والله انا نشوف البحر. طبعا هون مكتوب منارة سبارطيل. هون في شغلات بيبيعون. سلسلة تتلقى أو المفاتيح، هدول خواتم الأنواع هون، وهدول مثل زينة مثل هدول. وفي كمان صغار، كمان في أبوعات. في هذا التعلقات، وفي كمان هذا جيتار، في كمان هذا، وفي كمان هذول هيك تبشر. هذا البحر من وراي. وهون في قهوة وكمان مطعم بنفس الوقت اللي هي كتير طويلة. وكمان في واحد الجبل هونيك طويل. وهي منطقة ثانية، وهذا البحر الأبيض متوسط، وهذا الاطلسي. Thank you.
انا خنزلهم ونحنا نازلين. نحنا الله ناسين هذيك الصخره اللي تحت. ويلا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير والإشعارات.